بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا ولقائنا التاسع لمادتنا Enterprise Risk Management. المحاضرة اليوم حتكون إن شاء الله بعنوان Role of Internal Audit in Enterprise Risk Management، دور المدققين الداخليين أو قسم التدقيق الداخلي في Enterprise Risk Management. هنتعرض إن شاء الله لخمسة مواضيع رئيسية، نتكلم عن Internal Audits بشكل عام والستاندر حقه في التقييم الرسمي Evaluating Risk، كيف بعد كده نشوف تأثير وكيف الانتربرايز ريسك مانجمنت فريم ورك بيساعد وبيوجه عملية وضع الخطط الداخلية لتنفيذ التدقيق. هنتكلم بعد كده كيف انه حنبني الانترنال اوديتس بلان نفسها، وحنتكلم بعدين ان الفايندينج والريكومنديشن اللي حتطلع برضو من الاوديتس كيف المفروض يتم التعامل معها في اطار الانتربرايز ريسك مانجمنت. وختاما حنتكلم على التنسيق المفروض اللي يكون بين الاوديت والريسك كوميتيز الموجوده. حنتكلمنا المحاضره اللي فاتت على الريسك كوميتي وكيف المفروض يكون انشائها، حنتكلم اليوم فيها نتطرق لموضوع التنسيق بينهم تحت اشراف طبعا البورد اوف دايركتور زي ما تكلمنا المحاضره اللي فاتت. كمقدمه، الانترنال اوديتس في مفهوم يعني يمكن خاطئ انه الانتربرايز ريسك مانجمنت حتلغي دور الانترنال اوديتس او انها هي حتصير مهيمنه عليه وما حيكون لهم اي دور. الكلام ده غير صحيح، بحكم دورهم المهم جدا والفعال في مساله التقييمات اللي بيعملوها قسم التدقيق داخل الانترنال اوديتس. في عبارة يطلقوها عليهم ويقولهم eyes and ears اللي هم أذان وعيون الإدارة داخل المنظومة بشكل عام بسبب الدور اللي هم والتخصص اللي هم بيعملوه. إنه مش بيسووا فيزيت كل الأريا اللي موجودة عندهم في يعني ما حنقول كل، حنقول أهم يعني هذه الخطة القديمة أو أسلوبهم. هنتكلم الآن عن أسلوبهم السابق، يعني إنه كانوا يختاروا مناطق معينة من الإدارة من المنظومة اللي عندي بناء على توجيهات. احنا تكلمنا، احنا قلنا فيه انه من ضمن البورد اوف دايركتورز في عندنا الاوديت كوميتي، جزئية اللي بتنفذ اعمال ايش التدقيق الداخلي، في لجنة مشرفة عليها. فهذه اللجنة هي بتنظم مسألة المناطق اللي بيروح يزوروها عشان يعملوا ايش، يتأكدوا انه في انترنال كنترول، انه الامور ماشية او بتنفذ بالطريقة المرسوم لها والمخطط لها. يعني هذا هو هدفهم الأساسي. يعني طبعا تاريخيا زي ما يقولوا او يعني بيقولوا انه الانترنال اوديتس بيكون في عندهم انترست في مساله الريسك مانجمنت. هنشوف الموضوع ده بشويه تفصيل بعد شويه. بيقولوا انه احنا بنعمل، احنا فاكرين احنا قلنا لما الناس كانت تهتم شويه بالريسك في المحاضره اللي فاتت كانوا يعدلوا مسمى الاوديت كوميتي، يسموها اوديت اند ريسك كوميتي. وقلنا عيوب الموضوع ده كانت احيانا تكون بس معدل تعديل الاسم وشيء ما هو جوهري، ما في اي يعني حاجه فعليه على ارض الواقع تقول انه فعلا بيهتموا بالريسك بالمفهوم اللي احنا متفقين عليه. الريسك المفهوم الجديد للريسك اللي هو في opportunities وفي interaction بين الريسك within the department والديفيجن تبع الاورجنايزيشن. نحن نتكلم عن الريسك بهذا المبدا. الواقع الامر انه الانترنال اوديتس اصلا ما كان موجود المفهوم ده، فما كانوا يقدروا يشتغلوا عليه اصلا. طبعا مشكله الانترنال اوديتس دائما انه مو امكانياتهم محدود، انما انه يعني او ريسورس حقتهم محدوده، عدد موظفينهم محدوده. وطبعا ما دام انا عملت انترنال اوديتس معناته اكيد انا بتكلم عن اورجانيزيشن يعني ابوف الميدل ليفل، وبتكلم على ايش يعني تكون اورجانيزيشن فيها ديبارتمنت كثيره وفيها يعني اقسام كثيره يحتاج تدقيق. فانه الشركات الصغيره التدقيق الداخلي فيها يكون اسهل، انه الوحدات بسيطه وما فيها تنوع كبير، حتى انواع واحجام الاعمال تكون يعني نوعا ما اندر كنترول يعني، فالاوديت فيها يكون سهل. لكن الشركات الضخمه والكبيره هنا يجي دور الاوديت فيها يكون
لي تأثير، بالذات لما تكون شركات كبيرة بتحتاج إنه يكون زي ما قلنا في ريجوليشن وأنظمة خارجية تحتم على الشركات إنها تعمل انترنال اوديتس، وفي نفس الوقت زي ما قلنا بيكون في تعاقد مع اكسترنال اوديتس لازم يكون منفصل. حتى الآن صارت المنظمات تتكلم أو الشركة التوصيات حق الساكس ودي الأشياء إنه ما يكونوا عملت اوت سورسنج لمساله الانترنال اوديت لشركه خارجيه وتقول هي تعمل عندي كمان الايش الاكسترنال اوديت، فكان هذا يعني من الاشياء اللي برضه بيتكلموا فيها. طبعا الشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو يكون مسؤول عن قسم او اللجنه الرئيس اللجنه حقت الاوديت كوميتي، طبعا زي ما قلنا هم بيكونوا بيراجعوا جميع الاكتيفيتي تقريبا قد ما يقدروا، يعني بيحاولوا انه اكبر عدد من الاكتيفيتيز اللي موجوده عندهم. يعني طبعا الوقت حقهم لازم يعني زي ما يقولوا بالطبيعي انهم المفروض انهم ايش يركزوا على المناطق الاكثر خطوره طبعا، ويعني ويأجلوا بحكم انه ما في امكانيات كبيره، يأجلوا المناطق الثانيه اللي ما فيها خطوره عاليه وما في خوف منها لاوقات يعني متاخره، ما هي يستعجلوا عليها في الموضوع ده، يوجهوا جهودهم في البدايه. ما اكتب عليكم موست لايكلي كانت الانترنال اوديتس كان تركيزها دائما بيكون على الجوانب اللي يكون فيها امور ماليه، تمام؟ هذه كان اكبر توجه لهم. طبعا الريسك اسيسمنت بروسيس اللي كانوا يستخدموها زمان يعني الانترنال اوديتس غالبا بتكون يعني انفورمال، ما هو بطريقه مدروسه وما هي بطريقه منظمه. طبعا هذا لاسباب كثيره يعني من ضمنها حتكون حتكلم عنها بعد شويه، من ضمنها انه اصلا زي ما قلنا احنا فاكرين تكلمنا قبل كده انه ما كان في اصلا مفهوم للريسك سليم، يعني قبل ما تطلع صراحه السي او اس او والانتربرايز ريسك مانجمنت فريم وركس ما كان في ويل ستراكشر يعني نوليدج اباوت الريسك بشكل كبير، فهنا كانت يعني كانوا بيقولوا احنا اوكي احنا بننزل الريسك، لكن وجهتهم ما كان يعني وتفكيرهم او اسلوبهم ما كان شامل ودقيق بشكل ايش كبير. طبعا زي ما قلنا الفانكشن حقتهم الاساسيه انهم بيراجعوا الانترنال كنترول الاوبريشن اللي عندهم ايش خلال ايش الموجوده في المنظمه. طبعا بيكون احيانا بيكون بشكل انيوال خطه سنويه بيصير. طبعا الهدف منهم انهم يدوا معلومات للدايركتورز حق الاوديت كوميتي يعني عشان يدوم ابديت على الموضوع ده ايش صار في الاوديت. طبعا زي ما قلنا لكن للاسف انه هو بيكون الاوديت بالنسبه للريسك بيكون ايش بشكل غير رسمي، ما هو الهدف الاساسي عندهم تقييم المخاطر. طبعا بسبب انه زي ما قلنا انه الليميتد نوليدج اصلا هو شغلتهم هي تدقيق على الاجراءات اغلب الوقت، يعني كيف بتتم الاجراءات، هل بتتم بطريقه سليمه او لا. على سبيل المثال هل مثلا لما يروحوا يعملوا لقسم الفاينانس بيتاكدوا مثلا انه او عفوا الاكاونتنج يقول انه تاكدوا والله فعلا في مطابقه بين الداء الوارد والخارج، المصاريف الايرادات والمصروفات في توافق بينهم انه كلها بتسجل بطريقه سليمه. شغلهم تقني يعني بيهتموا اكثر شيء بالاوبريشن كيف بتصير. بيحاولوا زي ما قلنا كانوا يتكلموا عن مساله الريسك، لكن قراراتهم يعني بحسب قلت له بسبب انه ما في النولج الكامل بتكون سطحيه وما بتكون بشكل دقيق، ما يعني ما فيها انهارت لمفهوم الريسك بشكل كامل. يعني بيقول لك هاي لو اوكي بس على بيس وات، ما في ايش يعني تخطيط كامل لهذا الموضوع. طبعا نفس الحكايه الريسك اسيسمنت كان ما بيكون شامل لكل المناطق، بيكون بيشامل ليش مناطق محدوده عندك في الانتربرايز، يعني زي ما قلنا بيكون تركيزها على الاشياء الاساسيه والاقسام الرئيسيه زي الفاينانس، زي مثلا ممكن نقول الاكاونتنج برضو، ممكن نقول الكاستمر. وغالبا هذه المشكله كمان كانت موجهه حق الانترنت انهم بيهتموا بالهيد كوارتر بالشركات الاساسيه، لكن لو كانوا شركه كبيره زي ما قلنا وليها فروع بحكم انه يبغى لها الفروع دي معناته يبغى لها لجنه تروح لها وفيها تكاليف وما ادري ايش، فكان يصير احيانا انه جسم يمكن سنه او سنتين ما يصير له انترنال اوديتس، فهذه كانت مشكله ايش كبيره، كانت التركيز على الاماكن القريبه اللي ما يحتاج فيها تكاليف كثيره اصلا للقيام بعمليه الاوديتس. طبعا احنا بنتعلم هنا في الماده دي اللي هي الانتربرايز ريسك مانجمنت في حث دائما ان يكون في عندنا فورمال شيء يعني منظم ومنسق
وكومبرهنسيف ابروش على اساس يتم التفكير في الريسك. تمام. طبعا ومن ضمنها احنا لما احنا جزء من اجزاء المنظومه اللي انا بطبق فيها انتربرايز، فاحنا نبغاهم نفس الحكايه. اذا ما تكلمنا احنا نبغى كل الناس وكل الديبارتمنت يبدا يفهموا الريسك، يبدا يفكروا به ويتعاملوا معاه بشكل يومي، ويفهموا تاثيره على مو بس على القسم اللي هم فيه وعلى الشركه اللي بشكل كامل. فنفس الحكايه نبغى الانترنال اوديتس يكونوا معانا في هذا، يقولوا بين ذا سيم باي، بحكم دورهم المهم. انا ارجع اركز ترى دورهم جدا مهم، انه هم تولز من الادوات اللي بيساعدون انه بيروحوا يعملوا ليش الريفيو والايفالويشن. فالكلام معاهم الان احنا نبغى نعمله، اوكي انتوا بتعملوا كويس ما عندنا مشكله، لكن نبغى يكون معاه انهرنت ومتداخل معاه الريسك فيجن، انه في مساله الريسك موجوده ايش في الموضوع. طبعا البدايه حقتهم دائما زي ما قلنا انه يكون في عندهم بلان، لازم يكون عندهم بلان. فالبدايه هنا حتكون من وضع الخطه نفسها، فلازم حقون الانترنال لازم يبداوا يستعدوا انهم يكونوا يعني خلينا نقول اكثر من غيرهم في الاورجنايزيشن. هم لازم اكثر ناس يكونوا عندهم خلفيه وفاهمين الانتربرايز ريسك مانجمنت او الفريم ورك، بغض النظر كنا سي او اس او ولا ايزو، فاهمين الفريم ورك اللي احنا شغالين بيه وفاهمين كونسبت حقنا في الانتربرايز ريسك مانجمنت. طبعا حنتكلم شويه عن ايش كان يصير طبعا عشان نعرف القابل الموجوده والفراغ اللي موجود. حنتكلم شويه عن الانترنال ستاندردز فور ايفالويشن ريسك. طبعا في ستاندردز كثيره موجوده يعني في الشارع اللي انستيتيوت اوف انترنال اديتس اوديتس عفوا، عندهم ستاندردز وعندهم بروسيجر وعندهم جايد لاينز بيحطوها عشان يوجهوا الناس حقون الايش الانترنال اوديت كيف يشتغلوا. طبعا زي ما قلنا البلان اللي بيحطوها عشان يعملوا الانترنال اوديت زي ما قلنا بتشمل مناطق كبيره جدا وبروسيس كثيره من مسائل ايش الاورجنايزيشن، وهي على اساسها خطتهم بتكون. فهي ميجر تاسك لازم يسووها، البلانينج نفسه ميجر ايش تاسك ومهمه مسؤوليه كبيره هم ايش بيعملوها. طبعا الاديت كوميتي هي المسؤوله عن الموضوع ده، لازم تاخذ ابرو يعني تعمل البلان دي، وهي المسؤوله على القسم حق الانترنال اديت فانكشن. اذا كان في عند ديبارتمنت هو حيكون تابع للايش للاديت كوميتي، هذا المكان وايش الطبيعي في الاورجنايزيشن، فبالتالي هو برضه مسؤول الاديت كوميتي على الابروفينج على البلان اللي بيصير. على مر السنين والماضي اللي صار فيها يعني زي ما قلنا يعني هم بيقولوا انه احنا والله في الانترنال تقولوا القرارات حقتنا البلانينج ديسيجن حقتنا هي بيست الريسك، لكن الكلام ده اللي بينقال في يعني مس اندرستاندينج او يعني زي ما يقولوا في زي ما يقول يعني مشكله بسيطه، انه فكره الريسك ما كانت موجوده الا العهد قريب. الريسك اللي احنا بنتكلم عنه بالاسلوب اللي بنتكلم عنه ما كانت موجوده يعني. ف فهنا ما فمعناته ما كان في الفكره موجود، فما كان في ابروش سليم لحكايه الاسسمنت هنا. فهنا بنقول طيب اوكي كيف انتوا كنتوا او بتقولوا انه بتسوي الشيء ده وما في يعني ولا ستراكشرد ابروش عشان تقول تعملوا الحكايه دي. طبعا الستاندرد زي ما قلنا موجوده من زمان وبتقول انه احنا بنعمل مونيتورنج ودي الاشياء للريسك سيستم، لكن زي ما قلنا احنا في البدايه ما كان في يعني الستراكشر ده اللي بتكلم عليه الفريم ورك حق الانتربرايز ريسك مانجمنت المفهوم السليم. فهنا السائل يطرح السؤال كيف بيقولوا حقون الانترنال ان احنا بنعمل سوبرفايزنج ومونيتورنج للانتربرايز ريسك مانجمنت سيستم واصلا ما كان في ستراكشر للانتربرايز ريسك مانجمنت قبل كده. يعني هم الستاندر حقتهم القديمه، طبعا بنتكلم القديمه ركزوا على الموضوع ده زمان يعني كانت كاتبينها موجوده ترجع تشوفوها، يقول والله من مسؤوليات الانترنال اوديتس انهم هم يشرفوا على انتربرايز ريسك مانجمنت سيستم، يعني نظام الانتربرايز ريسك مانجمنت سيستم اللي هو الشيء اللي بيتكلم عن انتربرايز ريسك مانجمنت، صح ولا لا؟ اوكي انتوا بتقولوا هذا مطلوب عندكم في الستاندر. طيب نيجي على ارض الواقع، ما في شيء عندنا الساعه استراكشرز لحكايه الريسك مانجمنت. يعني زي ما قلنا في شركات كانت همها بالكثير يكون في عندها انشورنس ديبارتمنت او فاير ديبارتمنت بالمفهوم القديم تبع الريسك اللي هو احاول اغطيه واحاول اتعامل معاه، ما في المفهوم الجديد ده. فكيف بيصير انك انت بتسوي الكنترول اصلا السيستم اصلا ما هو موجود؟ فهنا كان الجاب. طبعا
الستاندر القديم اتكلم يعني انستيتيوت اوف انترنال اوديتس، ما كان في عندهم سبيك سيكشن لريسك مانجمنت، بس يعني كانوا يقول في ديسكس او ديسكشن على كونسيدريشن اوف ريسك، يعني اعتبار الريسك، يعني كانت زي ما تقولوا كلمه عامه يعني محطوطه بس عشان تقول او تظهر منها انه في اهتمام بالريسك، كونسيدريشن اوف ريسك باعتبار المخاطر، باعتبار يتم التدقيق في المنطقه الفلانيه مثلا في الاوبريشن في ناحيه مثلا ولا في الانفنتوري ومراقبه المخزون مع اعتبار المخاطر. طيب اوكي انا كيف اعتبر المخاطر؟ هنا البيج كويشن، انت كيف بتقول انا بعتبر المخاطر؟ معناته لازم يكون في عندك ستاندر وعندك ابروش عشان تعمل اسسمنت للمخاطر هذه وتقيمها عشان تاخذها في الكونسيدريشن عندك. طبعا عشان نكون منصفين زي ما قلنا، هذا كان قبل ما تظهر فكره الانتربرايز ريسك مانجمنت والفريم ورك الجديده هذه، خصوصا السي او اس او، كان هذا الموجود. لكن الان الستاندرد الجديده حقتهم الريسنت يعني بعد ظهور الفريم ورك حقت الانتربرايز ريسك مانجمنت، بدا يتم تعديلها وتم وضع، يعني حتى صار في تنسيق بينهم، يعني بيستعيروا مثلا من السي او اس او الفريم وركس هذه بيحطوها، صار في مور ديتيلز ابروشز كيف يصير تقييم الريسك، يعمل له اسسمنت زي اللي احنا تعلمناها وشفناها مع بعض، انه كيف بيصير ايدنتيفيكيشن للريسك، كيف بيصير له اللايكلي هود والامباكت، دي الاشياء اللي تكلمنا عنها بدوا يحطوها ويستخدموا التولز هذه، وبرترايزنج وكيف نعمل ايفالويشن ونعمل رانكينج وكيف بيكون التعامل مع الريسك وكيف بيأثر على المناطق المختلفة، فبدوا يحطوا هذا الموضوع في الاعتبار حتى في الستاندر ايش تبعهم. طبعا هنا جات الفرصه طبعا طبعا هم استفادوا من الانتربرايز ريسك مانجمنت بصراحه، يعني انه نعمل بيتر بلاننج للانترنال اوديتس، تمام، عشان يكون تطبيقه والبرفورمانس حقه طبعا بيتر بيرفورمانس على ايش اول ليفلز حقه الاورجنايزيشن تبعنا اللي احنا ايش شغالين فيها. طيب كيف احنا الان اللي هم الان زي ما قلنا انه هو بيعملوا الانترنال اوديتس بيعملوا بلاننج، احنا كيف نحسن من الخطه هذه؟ طبعا الخطه المقصود بها توفير الجهد للوصول لهدف النهائي حقنا من وضع الخطه باقل تكاليف مثلا واسهل الطرق، تمام، وباعلى ايش ماكسمايزنج البينفيت حقتي للايش للاكتيفيتي اللي انا بعملها. وانا ايش اللي بعمله الان؟ بعمل انترنال اوديت وابغى يكون معايا الريسك موجود. طبعا زي ما قلنا هم زمان كانوا يفوكس على الاريز اللي هم يشوفوها كده انها هي مهمه، زي ما قلنا كان في تركيز كبير على الاكاونتنج على الفاينانس. طيب في مناطق هم ممكن ما يروها انها خطيره، ليش؟ بحكم زي ما يقولوا مو انهم يعني غياب يعني الظروف المحيطه بهذا القسم او هذا الجزئيه والمخاطر المحيطه به. يعني على سبيل المثال لو انترنال اوديتس ما عندهم خلفيه وما عندهم فكره مثلا عن خطوره الهجمات الالكترونيه على قسم الاي تي حقهم، زي ما قلنا هذا خطر لا يؤثر فقط على قسم الاي تي، هو بيأثر على الشركه بشكل كامل، يعني ممكن تؤدي الى تعطل اعمال الشركه بكامل انه تكون معتمده على الاي تي سيستم تبعها. فهم اذا كان عندهم غايب الانفايرمنت ده اللي هو شيء خارجي ما هو داخل الشركه، الهجوم الهجمات الالكترونيه شيء من خارج الشركه، يعني اذا ما ممكن حاطين في الاعتبار ده، ممكن اقول لك الاي تي اعتبار ما هو هاي بريوريتي ان انا اعمل له اوديت واتاكد، يعني حتى لما يروح يعملوا اوديت حتى لو عملوا الاي تي اوديت هم ما في بالهم الموضوع ده، هل كيف حيعملوا تشيك انه الاي تي ديبارتمنت بتاكد انه فعلا في عندنا ويل ديزاين ابروش ولا سيستم ولا في بروسيجر عشان احنا الاليمينيت ولا ايش نعمل ديفنس لنفسنا عشان نلغي التاكس دي. فهذا معناته ما حيحطوها اذا كانوا ما عارفين الشيء ده وما هم حاطينه، ما حتكون موجوده ايش في البلان حقتهم حقت زي ما قلنا هم فكرتهم بسبب انه ضعف الموارد فبيحطوا الاشياء المهمه في البدايه والثانيه الاشياء الثانيه ايش ياخروها ليش للمستقبل. عفوا هنا يجي دورنا ان شاء الله، يعني دوركم ان شاء الله تصيروا انتم متخصصين سبيشالست في الانتربرايز ريسك مانجمنت، كيف نساعد حقون انترنال اوديتس انه يعملوا خطه فعلا تكون سوليد وتفيدنا في مساله ايش الانتر الريسك مانجمنت خلال الانتربرايز. طبعا الانترنال اوديتس زي ما قلنا الوضع الحالي ايش بيسوي الانوال اوديت بلان بيسووها عشان بيخبروا الكوميتي والسين المانجر انه ايش هذه الخطه حقتنا وهي التكاليف والاكتيفيتي اللي احنا نسويها. طبعا المهم هنا عشان تسلع تمام انتوا عارفين الامور الاداريه ودي الاشياء اللي بتصير لازم ميزانيه تعتمد ليها ويتم الموافقه عليها عشان يتم ايش تنفيذها. فكانت هذه هدفهم الاساسي انه يسووا الخطه عشان اول شيء ياخذوا ايش
مسألة الموافقات والدعم. زي ما قلنا الريسك اسسمنت طبعا في الانترنال اوديتس ما كان ذاتس يعني فورمال، ما كان شكل رسمي، كان انفورمال. طبعا كان بشكل اساسي بيكون ديبند على مين، على الاستراتيجي والبريفيرنس او التفضيلات مين السين المانجرز، بالاضافه الى الشيف اوديت اوفيسر، هم اللي بيكونوا بيحطوا وجهه نظر من والله هذه الديبارتمنت، هذه هي الاقسام، هي الهاي بريورتي، هي لازم ان احنا نعمل لها ايش اوديت. طبعا برضو شيء ثاني كان موجود، الاوت سورسنج كان شيء يعني موجود وما زال يعني نوعا ما بيصير الموضوع ده، انه عمليه الانترنال اوديتس بتتكلف فيها ايش شركه خارجيه بتقوم هي ايش ايش بالاشراف عليها وعملها يعني، فيعني بيوقعوا كونتراكت مع شركه خارجيه تقوم باعمال الاوديت تبعهم. طبعا بتكون ميزانيه محدده، طبعا متفقين عليها، متفقين على المناطق اللي بتروح تزورها هذه الشركه. طبعا ما اكذب عليكم، هذه كان التنظيمات الجديده خصوصا في امريكا بعد الساكس ودي الاشياء، وبدا هنا حتى في البلاد العربيه بدات اشوفها يعني بصراحه، انهم عاملين يعني لو تبي تعمل انت الاوت سورسنج للانترنال اوديتس تبعك، بدأ يعني في امريكا بدأ يجبروا الشركات اللي بتعمل تكون مسؤوله عن انترنال اوديتس. اوكي، يعني انت تكون مجال البزنس حقك انك تقبل انك تعمل يكون ليك انت اوت سورسنج، يعني انت تكوني مسؤوله انك تعمل انترنال اوديت حق ايش الشركات، تمام؟ لكن هل انت تكوني في نفس الوقت اكسترنال اوديتس؟ لا، ما ينفع. يقول لك هنا الكلام ما ينفع انك تكون انت الانترنال اوديت وانت الاكسترنال اوديت في نفس الوقت. طبعا زي ما انتم فاكرين المشاكل اللي كانت والاختلاسات والتجاوزات اللي كانت موجوده في الشركات الضخمه اللي ادت الى مشاكل كبيره يعني في نهايه الالف بدايه ال2000، فكان هذا من ضمن التنظيم. لكن مع التنظيم الجديد في شركات صارت هي بتكون قائمه على مساله شغلاتها ان هي تعمل انترنال اوديت، تعال اعمل لك، انا اشتغل بالشركه عندك، اقوم لك بهذه ايش المهمه. طبعا مزايا الاوت سورسنج يكون هم مور يعني اكسبيرينس وعندهم قدرات وهذه الاشياء، فهذه ميزه حلوه. طبعا زي ما قلنا الاكسترنال اوديت دول زي ما قلنا يكون عندهم بيتر اوديت بلان والريسك اسسمنت بروسيجر ايش يكون عندهم افضل بشكل عام، يعني زي ما قلنا بحكم ايش تخصصهم وهذا مجالهم اكثر، هم افضل منه احنا انا اعمل بنفس الانترنال اوديت الداخلي يعني. فهم عشان كده ليش صاروا يطالبوا حتى لو انت عامل انترنال اوديت لازم يكون في اخر السنه في اكسترنال اوديت، عشان عارفين الامكانيات حقت الشركات دي ان هي متخصصه في هذا المجال، هذه شغلاتها، هذا البيزنس تبعها، فهي عندها امكانيات افضل، فهي تعمل تشيك انك انت فعلا بتعمل الشغل حقك بشكل سليم. لكن برغم ذلك حقون الاكسترنال اوديت حتى لما نعمل اوت سورسنج يعني ما بيكون في كونسيدريشن للاوبجكتيف حق الانتربرايز، يعني غالبا بيكون بيحاولوا يعملوا الالاينمنت مع الايش التكلفه البيلنج حقت الريفينيو لو ايش تبع ايش الاكسترنال اوديت، انه في يعني في عندي انا اقل التكاليف حقتي، انا ما ابغى ادفع فلوس زياده ومدي المصاريف، فيبدا يخططوا لهم على حسب ميزانياتهم عمليه الايش الاوديت تبعهم. فهنا هذه كانت تواجه ايش مشكله، انه الاداء حقهم وبرضه الكنترول حقهم واشرافهم مش يعني حيكون ما هو بشكل كامل، يعني في ليميتيشن حتكون عليهم بسبب ايش الميزانيات ودي الاشياء، هي نفس المشكله حقت الانترنال اوديت. هذه الفكره دحين هذه الناس بتقول طيب اوكي، في مصطلح يسموه الاوديت يونيفيرس اللي هو يعني عالم الاشياء اللي احنا بنعمل لها اوديتس، تمام؟ المقصود بيها هي لستة، الاوديت يونيفيرس مقصود بيها لستة لكل الانتيتيز اللي انا ممكن اعمل لها اوديت. ايش يعني باختصار كده؟ هي جميع الاقسام والمناطق الموجوده عندي والاعمال في الشركه اللي ممكن تحتاج ان اعمل لها تدقيق داخلي. طيب اوكي، انا معناته هنا بتكلم عن ايش يعني لستة ضخمة وطويلة جدا، معناته ان انا عندي اقسام متنوعة، بالاضافة الى ذلك التنوعات داخل الاقسام، يعني مثلا مو بس اقسام، على سبيل المثال لو انا بعمل internal audits لقسم مثلا المشتريات ممكن يتفرع منه اكتر شيء من شيء،
يتفرع منه اني احتاج اعمل اوديت لمساله اختيار الموردين من فين انا بشتري، احتاج اعمل اوديت لعمليه تقييم المنتجات المستلمه من الموردين مثلا، احتاج اعمل اوديت للعمليات الماليه لقسم المشتريات. شايفين كيف؟ يعني ما بتكلم على قسم المشتريات، بتكلم على اوبريشن داخل قسم المشتريات. دي كلها مهمه، الثلاثه اللي تكلمت عنها الاكزامبلز جدا مهمه، يعني واحده من ناحيه الفاينانس، واحده هتتكلم على الكواليتي، واحده هتتكلم على الاونستي والبيست برايس اللي بيجيبوا لي هو حقون الايش؟ البرشيزنج ديبارتمنت حقي وقسم المشتريات اللي عندي انا. فهنا حوصل للسته طويله جدا من ايش؟ الاوديت يونيفيرس. تمام؟ طبعا الاوديت يونيفيرس بتاثر عليا، هي اللي انا بعمل لها بلان، انا بختار الاشياء اللي اعمل لها اوديت، وهي اللي تكون لسه هي اللي انا هعمل لها بلان، وهشوف في الفيوتشر كيف هعمل لها ايش بلان. طبعا الليسته نفسها ما يعني ما فيها كونسيدريشن للريسك، انا بحصر جميع الايش الاكتيفيتي اللي عندي، ما بفكر فيها بايش مين اكثر ريسك واقل ريسك، صح ولا لا؟ بعمل لها سكيدجولينج زي ما قلنا، هي المسألة إنه بس بنفكر بيها شكل بسيط كده، والله مور امبورتنت من ناحية دي. طبعا كان الغالب فيها دائما إنه الأشياء اللي فيها فاينانس هي اللي تكون الهاي بريوريتي عندهم، زي ما قلنا هذه كانت الفكرة الأساسية. طبعا زي ما قلنا اللي طول الليست هذه صعبة إن احنا نغطيها كاملة، بسبب إيش؟ زي ما قلنا الريسورس حقتي اللي موجودة، فأنا ما حقدر أغطي الموضوع ده فبطريقة منطقية. فهنا تيجي الأهمية، السؤال ما دام أنا عندي قائمة طويلة وعندي إمكانيات قليلة، كيف أنا أوزع الريسورس حقتي دي بحيث إني أضمن إني أغطي مناطق فعلا مهمة وحيوية؟ تمام؟ هنا الفكرة والمبدأ إيش الأساسي اللي بيخش منه الانتربرايز ريسك مانجمنت. أنا كيف قائمة طويلة بختار منها مناطق اعمل لها انترنال تدقيق داخلي، كيف اختارها؟ هنا الفكره ايش الاساسيه. طبعا الانتربرايز ريسك مانجمنت هو بيساعد على مساله انه ايش نعمل ايش الاديت بلان، هذه الفكره الاساسيه، بيخش وتفاعل مع هنا المدخل ايش تبعنا. طبعا لمؤسسات كثيرة ومنظومات كثيرة، يعني عشان بصراحة مو بس يعني زي ما نقدر نقول مو أغلبهم، لجميع الانتربرايز يعني الافكتيف يعني انترنال اوديت فانكشن، يعني القسم نفسه يركز على الموضوع ده، يعني ممكن هو يكون نواة الانطلاق لتشكيل الانتربرايز ريسك مانجمنت فانكشن عندنا. هذا الدور المهم هنا. فيعني حتى يعني لو ما كان عندنا انتربرايز ريسك مانجمنت، حقول الانترنت هم ممكن يكونوا النواه اني ابدا اطعمه في الموضوع ده. وبدايه التطعيم زي ما قلنا انه كيف انا اخليهم يشتغلوا على ديفلوبينج الانيوال انترنال اوديت بلان حقتهم، هذا هو اول مدخل عندي انا ممكن اطعم الشركه بيه. يعني ايش اقول لكم؟ يعني عشان لو انا مثلا في شغال، انتوا شغالين في شركه ما فيها فكره الانتربرايز ريسك مانجمنت، فين البدايه الجيده اللي ممكن ادي فيها امباكت واخلي الناس تعرف تفكر معايا؟ هي الانترنال اوديت بلان، ابدا اشتغل معاهم وادخل فيها طعيمها بافكار انتربرايز ريسك مانجمنت، هتبدا تظهر. هذه هي تكون ايش؟ هذه هي ايش؟ النواه، وهي الماده الفعال الكاتاليست حقي اللي تكون محفزه لمساله الانتربرايز ريسك مانجمنت هنا. فعشان كده جت يعني المساله دي مهمه جدا، يعني اتمنى انكم تركزوا فيها وتستغلوها. طبعا اول نقطه حابه برضو حاجه نركز فيها، من المفاهيم اللي موجوده عند الانتربرايز عفوا الانترنال اديتس، انه والله ارياز او يعني منطقه من المناطق في الاورجنايزيشن عمري ما طلعت فيها مشكله. فيقول لك هذه مثلا ما طلعت فيها مشاكل وما واجهنا مشاكل وما جت شكاوي منها وامورهم طيبه، هذه يقول لك اوكي اذا احنا ما نحتاج ان يعني من الانترنال اوديت انهم ماشيين بشكل كويس. هذا الكلام ما هو صحيح. ليش؟ انه انا اقول لكم ليش. احنا فاكرين تكلمنا احنا عن الريسك، احنا ما بنتكلم هنا الاكزامبل هنا ايش بيقول؟ عمره ما تعرض الريسك او ما صارت فيه مشكله، ايش بيقول يعني؟ ايش نفهم منه؟ احنا فاكرين كنا نتكلم عن الريسك نقول البروبابيلتي حقت الريسك، صح ولا لا؟ فهذا المنطق اللي هم بيتكلموا عنه، ما عمره صار فيه مشكله معناته احتمال، والظاهر هذا كده انه ما صار فيه مشاكل،
انه احتماليه ظهور او حدوث الريسك ضعيفه وبسيطه، تمام؟ لكن احنا زي ما قلنا احنا ما نفكر في الريسك فقط من احتماليه حدوثه، نفكر فيه برضه من الامباكت حقه لو صار. هذا يتضح بالمثال. تخيلوا انه مثلا لوكيشن فيه عدد كبير وضخم لارج اماونت فيزيكال اسيتس، يعني المستودع على سبيل المثال، انا عندي المستودع فيه احيانا يكون فيه بضائع قيمه القطعه الواحده ب 10,000 $20,000 قطعه واحده. وتخيلوا مثلا عندي انا لو عندي 100 قطعه، فتكلم الواحده فيها ب $10,000 وعندي 100 قطعه، انا بتكلم شوف مبلغ قديش، حنتكلم احنا في $1,000,000، صح ولا لا؟ مبلغ ضخم، صح انا غلطان؟ وطبعا في يعني في يعني مخازن بتتجاوز قيمتها عشرات الملايين. طبعا اذا كان عمر المشروع المستودع ما صارت فيه مشكله، وهذا هو معناته انه ما يحتاج انه اعمل لي ريفيو واعمل له اوديتس وتام اتابع. ليش؟ انه لو صارت مشكله في المستودع، لا قدر الله على سبيل مثلا حريقه مثلا، من ضمن الانترنال اوديتس اللي يعملوه برضو يراجعوا احيانا متطلبات الامن والسلامه ودي الاشياء. تخيل انه ما صارت وصار الموضوع ده، فهنا حتكون عندنا مشكله كبيره جدا وضخمه. فعشان كده مساله فكره انه ما صارت مشاكل قبل كده، هذا ما هو حد كافي انه اقول انا ما اعمل له انترنال اوديتس. هنا الفكره، اعتقد اتمنى انكم تفهموا احنا ايش مدخل الانتربرايز ريسك مانجمنت في عمليه ايش البلاننج. اللي هو ايش؟ انه نحاول نتعامل مع الاوديت يونيفرس هذه بمبدا ونفس فكره التعامل مع الريسك وتقييماتها، اللي هو السيجنيفيكانت والامباكت حقتها، بالاضافه الى شيء ثالث احنا يسموه الاوديت ريكويرمنت سكور. هذه هي الثلاث الاشياء، وهذا المقصود بها الكونسبت حقنا يا سامي، اللي هو اللايكلي هود حقت ان الريسك يصير، السيجنيفيكانت حقت الريسك لو صار وتاثيره. هذه الكونسبت نتكلم عنه احنا ممكن نطبقه عشان نعمل اختيار من الايش اليونيفرسال اوديتس، الاوديت يونيفرس حقتنا، بضابط حاجه يسموها الاوديت ريكويرمنت. طيب طبعا الشيء الثاني، اول حاجه نقول الاوديت ريكويرمنت، الشيء الثاني اللي هو انترنال كنترول سيجنيفيكانت اوف اوديتابيلي انتيتي واللايكليهود اوف سيجنيفيكانت انترنال كنترول ويكنسز. هذه الثلاثه دي الاشياء اللي احنا على اساسها حنعطي لكل كل ايتم في الليست عندي حقت الاوديت يونيفرس سكور في هذه، وعلى اساسها حنقيم ونقول ونعمل الرانك. هذه هي ايش بكل بساطه الفكره. اول حاجه الاوديت ريكويرمنت سكور، يقول لك تمسك الليست هذه وتديها حاجه يسموها اوديت ريكويرمنت سكور. ايش يعني؟ السكور حقها يكون يا 1 يا 0. 1 اديه لمين؟ ليش متى اقول انه هذه الليست الايتم ده ياخذ سكور 1 في حكايه السكور حق ليش الاوديت الريكويرمنت. هذه هنا معناته بقول 1 معناته انه هو هعمل له، لازم اعمل له ايش؟ لازم اعمل له اوديت، تمام؟ كيف بيكون هذا؟ من هذه الليست حقها دائما يكون ايش؟ يا يعني انه السينير مانجر ولا الشيف اوديت اوفيسر طلب انه هذا لازم يصير له اوديت، تمام؟ او انه الاكسترنال اوديت ريكويرمنت، انه يكون مثلا زي ما احنا عارفين الشركات الحكومات والجهات المنظمه لازم تقول لك لازم تعمل اوديت لقسم الماليه عندك، صح ولا لا؟ لقسم المشتريات لازم تعمل، يعني الامور الماليه بشكل عام، في لازم تعمل اوديت لمساله صرف الشيكات. فانت هنا معناته هذه المنطقه لازم تعمل لها اوديت، فحديها سكور 1 بغض النظر عن ليفل اوف ريسك، ما فيها كلام. فمعناته هنا معناته هذا ماست انا اعمل له ايش اوديت بغض النظر عن الريسك حقه، بغض هذا الايتيمز هذا صار عندي ماست. طبعا الزيرو اديني من ايش؟ ما في ريكويرمنت، يعني اتس نوت ا ماست، لكن مو معناته انه ما حسويه. ايش اللي حيحدد الموضوع؟ حنشوف الموضوع ده لما نشوف كيف مساله الريسك حقته كيف بتكون. معناته زيرو بديها لمين؟ الناس اللي ما في ماست ان انا اعمل لها اوديتس، ما في عندي اجبار لا من السينيور مانجر ولا من الاكسترنال، بس حاجه انا عارف انها مهمه بالنسبه مؤثره ليا فانا بعمل لها اوديتس، لكن ما هو ماست. طبعا غالبا معناته هذه ما حد في لما اعمل لها السكيجول ما حاعملها في الايش في الوقت القريب، او يعني ايش اللي حيحدد الموضوع ده الريسك اسيسمنت اللي انا لازم اعمل فاردر اناليسيس، وايش احدد هل انا احتاج احطها في الزمن القريب او الزمن البعيد
في البلان حقت ايش الاوديب. طبعا هو المقصود بيها انه بحط قوانين انه ايش ايش الاشياء اللي احطها في الـ في ايش المسافه القريبه. طبعا الماست هذه اكيد حتكون في المدى القريب. الزيرو حستنى لما اشوف الاسسمنت حق الريسك حقي اقول هل هي حتكون في المدى القريب مع الونز ولا ممكن ايش اجلها. هذه هي ايش الفكره الاساسيه. السكور الثاني والتقييم الثاني ايش هو؟ اللي هو internal control significant of auditable entity. auditable entity entity نعم. طبعا نفس الفكره حقت الايش اللايكلي اللايكلي هود نعم. بحط تقييم عندي من اولموست من 0.1 الى 0.99 تمام. هذه التقييمات اللي بديها. مين اللي اديله اللو ليفل او الرقم البسيط؟ انه تكون ايش مينيمم الانترنال كنترول سيجنيفيكانت. وطبعا العايب يكون معناته ايش يكون اعلى. على سبيل المثال ايش المقصود بيها يعني انه يعني انترنال كنترول سيجنيفيكانت؟ انه هل انا محتاج اعمل عليها كنترول واعمل اتاكد عليها؟ على سبيل المثال تدقيق الامور والمراجعات التنظيمات وكيف بيصير التعامل الاوراق داخل مثلا قسم الايش الليجل ديبارتمنت اوكي. هذا شيء مهم لازم نعمل له اوديت وتاكد منه انه بيصير بشكل سليم. لكن الواقع الامر قسم الليجل ديبارتمنت هو قسم مختص وهو اللي فاهم في الامور القانونيه زي ما يقولوا. احنا بنرجع له صح انا غلطان؟ فمعناته هم المفروض انه يعني متابعتهم والمحاوله اني اشوف كيف بيشتغلوا صار ليها اهميه اقل. ليش؟ انه هم اصلا هذه هي شغلتهم ان يتاكدوا من الاجراءات القانونيه وكيف بتتم. فمعناته هنا بدي له لو رانك في السكور حقه. ليش؟ انه انا ماني محتاج اتدخل معاهم بشكل كبير انه هذا اصلا من صميم عمالهم انهم يعملوا ايش هذا الشغل اوكي. على المثال الثاني لو بتكلم على الكمبيوتر سيستم ابلكيشن سكيورتي طبعا شيء انا ممكن هو ما هو من صميم عملهم انهم مثلا او يعني هو من صميم عملهم بس ممكن يكون في يعني خلل هنا او ممكن يصير تظهر مشكله محتاج لازم انا دائما يكون في اشراف عليهم عشان انا بتاكد انه مثلا يصير ابديت للابلكيشن عشان اتاكد ان السكيورتي حقتي مظبوطه. الفيزيكال انفنتوري مثلا اخاف انه مثلا يكون في تساهل مثلا في مثلا في عزل المواد في حكايه حمايتها في حكايه طريقه التخزين. تعرفين التخزين لازم في شروط انه في مواد ما ضعها جنب بعض مدري ايش. ممكن هذه مع الزمن ممكن يصير في تساهل تلاعب بسبب انه ما صارت مشاكل نفس الحكايه. يقول نرجع للنقطه الاساسيه فالناس تبدا تخف شويه هنا. هذه لا هنا معناته هذه المناطق فعلا تحتاج ان انا ايش اديها هاي سكور. انه والله من ناحيه الريفيو لا هي محتاجه ان تنعمل ايش لها ريفيو. طب انا بس ارجع عفوا تمام. اول شيء قلنا الاديت ريكويرمنت سكور. النقطه الثانيه الانترنال كنترول سيجنيفيكانت اللي هي قلنا اساس ايش انه اشوف هل انا الناس دول المنطقه دي هل هم يحتاجوا ان انا اشرف عليهم او لا انا ما احتاج اشرف عليهم. اتفاوت الرينج طبعا حسب ما انا يكون تقييمي تمام. السكور الثالث اللي هو لايك لود اوف سيجنيفيكانت انترنال كنترول ويكنسز نفس الحكايه سكور من 0.01 تقريبا الى 0.99. الاقل معناته انه هو الويكنس حقته ضعيفه. الاعلى يعني ما في ويكنس يعني تقريبا. والهاي معناته هاي ويكنس في عنده. هذا المقصود بيها. ايش المقصود بيها؟ انه هنا اجي اشوف انا اكون عملت له ريفيو قبل كده تمام وشفت انه ما شاء الله تبارك الله اموره مره تمام. يعني عملت له اوديت مره السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها مثلا كانت دائما اموره تمام. فمعناته هنا الظاهر يعني ممكن اقول والله ما يحتاج اوديت كثير مبين عليهم شغلهم كويس. فديك الساعه حدي له ايش لو ليفل او ادي له ايش لو ريتنج تمام. ما حدي له ايش ايش يعني تقييم كبير جدا تمام. لكن لو والله كان عندهم مشاكل كثيرة فلاحظت انه في عندهم عيوب كثيرة في عندهم تجاوزات مثل تطبيق الأنظمة والبروسيجر حقتهم حقت الأوبريشن ودي الأشياء فهذا معناته انه هنا والله في يعني في ويكنس صح ولا لا يعتبر ضعف.
فديك الساعة دي ويش هاي سكور في مسألة اللايك لود حق ايش، يعني زي ما يقول واحد كانت أموره تمام فأنا أتوقع إنه يكون أموره تمام، فايش ما أحتاج إني أعمل له ايش مراجعة. واحد راجعته وطلعت عنده هو مشاكل، فمعناته هو محتاج إني برضه أرجع ثاني مرة أتأكد لا يكون هو لسه مستمر في نفس المشاكل، أو إنه هو ظهرت له مشاكل جديدة فعنده مشكلة. فهذا معناته أنا أقول إنه والله الويكنس حقته عالية، فأنا أحتاج إني أرجع ايش أزوره ثاني مرة. تمام، فهذه هي ايش الفكرة حقت اللايك لهود. الاكزامبل كيف بيصير الموضوع ده؟ هنا مثلا الجدول هنا مثلا قسمته اثنين عشان الشاشه صغيره، هنا هذا هنا البدايه وهنا التكمله. هنا بتكلم مثلا على ايش؟ على 3 اقسام هو بيعمل لها ايش؟ بيعمل بلاننج ليها الانترنال ايش؟ اوديت بلان حقته. اول قسم سان جوزيف فاينانس اند اكاونتنج اديتبل انتيتيز، هذه الايش؟ قائمة الايش الاوديت يونيفرس اللي ممكن يعمل لها ايش مش مراجعة وتدقيق داخلي. حطها اول واحدة اللي ايش هي الاكاونتنج حقته، الاكاونتنج تمام، اند ريسيفنج بيلينج، البرشيزنج اند اكاونتنج بيبل، الفاينانس ريبورتنج، الانترنال كامباني ترانزاكشن، التعاملات الداخلية داخل ايش. طبعا لاحظها كلها اشياء متعلقة بالايش بالفاينانس والاكاونتنج. الاوبريشن ايش هي اللي عنده، الشوب فلور سكيجولينج، التخطيط اللي بيصير داخل المصنع عنده، الكواليتي انشورنس بروسيجر، الباكجينج شيبينج ريسيفينج والانفنتوري كنترول، الاوردرنج بروسيس اللي هو العمليات او اداره ليش الطلبات حقتهم كيف بيصير كيف بينفذوها. هنا قسم الاي تي بيتكلم هنا عن ايش الكونتينجنسي بلاننج اللي هو الخطط الطوارئ، الابلكيشن ديفلوبمنت، سيرفيس سبورت، سيرفيس ديليفري اوبريشن سكيدجولينج، هذه الاشياء هذه حط الليسته كلها. جاء اول شيء احنا قلنا ايش نحط الاديت ريكويرمنت صح ولا لا؟ الاديت ريكويرمنت جاء هنا مثلا الاكونت والريسيفر والبيلز، لو تلاحظ الاشياء اللي فيها فلوس هي دائما تاخذ واحد، فانا او هنا هنا شكلهم ملزمين لازم يقولنا هنا عشان طبعا عفوا هنا ملزمين، فهذه الاثنين شوف حاطينها ايش رقم وادوها واحد، معناته هذه ماست انا اعمل لها ايش بلاننج. تمام، هنا هذه مو ماست البرشنال اكونت مو ماست يعمل لها، هذا هنا طلع عنده 2. في الاوبريشن طلع عنده ريسيفنج ان انفنتوري كنترول، طبعا تلاحظوا انه لو تلاحظوا انه الانفنتوري كنترول دائما المصطلح الاخر للانفنتوري طبعا انت شايف جامده، لكن هو في الواقع هي فلوس مجمده اعتبروها فلوس، يعني دائما الانفنتوري يحبوا يتخلصوا منه بسرعه عشان يسووا يرجعوا يكيشوا فلوس الفلوس ثاني مره يخلوها سيوله بدل ما هي موجودة كمنتجات عندهم في المصنع يعني في المستودع، فعشان كده مهمة تعتبر نوع من أنواع الفلوس. هنا جاء في مسألة الاي تي قال هنا عندي واحد للايش الكونتينيتي ايش بلاني اللي هو اضمن الاي تي حقي يستمر. ليش؟ انه موضوع جدا خطير انه لو صار فيلير في الاي تي الاعمال دي كلها ممكن يتوقف، زي شايفين دحين احنا في عالمنا، فداها واحد. الحاجة الثانية الانترنال كنترول سيجنيفيكانس، تمام، اللي هو مدى اهميه ومستواهم في مساله متابعه ليش يعني او احتياجهم انه يصير لهم ايش انترنال كنترول. جايين شايفين مثلا الاكونت ريسيفر بيلينج، طبعا مهم جدا هو شايف انه هو ايش يكون في عنده ايش يعني يعمل لهم كنترول، تمام، انه هو يعني شغلاتهم محاسبيه، ف شايف ان الموضوع جدا خطير فقال السيجمنت حقته 0.9. جاء هنا البرشيزنج حط لها 0.6، طبعا هذه الارقام نفس فريق طريقه فكينا تكلمنا عنها كيف الريسك احنا نضع على الارقام دي والبروبابيلتي واللايك لود بنفس الفكره في ديسكشن في ميتينجز ويصير الموضوع ده عليها ويتم ايش اختيار. ما نشوف الكواليتي انشورنس حط لها 0.52، منطقي ان الكواليتي انشورنس عباره ايش بيعملوا تشيك على الايش عندهم بروسيجر معينه يعني حقون الكواليتي، احنا بنشتغل في الكواليتي خلاص في ستاندرد يمشي عليها يقيس يتاكد انه مطابق للستاندرد غير مطابق بروسيجر، ما شغلات انا جديد حق الكواليتي تمشي بالايش بالبروسيجرز. تمام، فمعناته شغلتنا زي فكره الايش حقون الديبارتمنت حقون ايش الليجل ديبارتمنت، فعشان كده شو اداله ايش سكور واطي وهكذا مشي على باقي الاشياء اداها السكور حقها. هنا بعدين رجع قلنا ايش بدأ يراجع التقييمات السابقة حقتهم، هل كان في عندهم ضعف او ما كان عندهم ضعف.
الظاهر هنا انه الاكاونت بيلينج في عندهم مشكله، انه ادوا هاي ريتنج، فمعناته كان شكله في الاوديت السابق كان في عندهم مشاكل كثيره، فعشان كده ادوهم ايش 0.9. عفوا هنا في الباكينج والشيبينج برضه شباب اديهم 0.9، لكن مثلا في الدليفري الاوبريشن كان باين عليهم شغل كويس ادوهم 0.3، وكذا تراوحت الارقام. مثلا لو شايفين هنا بنتي 0.45، هنا رجع شوف ادى مثلا 0.95 مره عالي، عفوا هنا 0.8 ادى هنا الايش للاي تي، شكله كان في عندهم مشاكل سابقه في الموضوع ده. تمام، هذه هنا عمل ايش الويكنسز، يعني ايش قيم المراجعات السابقه وشاف عندهم مشاكل او ما عندهم مشاكل. ايش اللي بيصير بعد كده؟ حاجه يسموها بريم سكور. كيف بيحسبها؟ بيضرب السيجنيفيكانت حق الانترنال كنترول سيجنيفيكانت والويكنسز لايكلي هود، بيضربهم في بعض 0.9 في 0.9 عباره عن 0.81، تمام، فاصلة 9 فاصلة 9 فاصلة 1.80. اوكي، ايش يسوي بعدها؟ بعد ما يضرب الرقمين دول في بعض، تمام، يجمع عليهم الرقم حق الاوديت ريكوايرمنت. شايفين 1 زائد 1.81 اداني 1.81، هذا صار اسمه الاوديت سكور. تمام، حسب البقيه كلها الباقي نفس الحكايه 0.65 0.6 0.39، جمع عليها الزيرو صارت كم 0.39 زي ما هي، وهكذا لكل الخطوات لكل الايتمز اللي عنده. هذه اللي هو الانفيرس اللي احنا ايش اتكلمنا عنه. الان الكولوم اللي هي الادي سكور هو اللي يعمل له ايش رانكينج. اعلى واحد فيهم مين هو؟ هو ال 1.8، هو اللي معناته الاكاونت ريسيفنج بيلينج اخذ رقم واحد. مين ثاني واحد عندهم؟ الاي تي كونتينيوتي بلاننج هو رقم 2. 3 مين كان؟ الفاينانشال ريبورتنج. 4 كان ريسيفنج انفنتوري كنترول. 5 5 البلاننج باكجينج اند شيبينج، باكجينج اند شيبينج اللي هو الشحن والتغليف والشحن. 6 الاوردر بروسيسنج. 7 الانتر كومباني ترانزاكشن الحوالات الخارجيه، اعتقد الانتر مو انتر، نعم الانتر الخارجيه، وهكذا قيمه. فالان لما يجي يضع البلان معناته مين اول واحده حتاخذ اهتماماتي واحطها على السكيجول واوزع الريسورس حقتي؟ حبدا برقم واحد، اذا كان عندي امكانيات كافيه انه اغطي رقم واحد واغطي رقم اثنين حسويهم الاثنين مع بعض. ما عندي غير امكانيات اغطي رقم واحد، حبدا برقم واحد لحاله وبعدين اروح لرقم اثنين. هنا عرفت ايش؟ حبدا احسب التكاليف اللي انا اوكي قديش اغطي هذا، فابدا ادي تكاليف للخطه حقتي. مثلا ممكن انا اقول انا حاخذ، طبعا ممكن اغطيها ال 12 كله اذا كان عندي امكانيه، ممكن بعدين اقول والله توب 7 توب 6 توب 8 هم اللي حغطيهم. تمام، حتلاحظوا بعضها. طبعا شو تلاحظوا طبيعي، شايفين اللي كان ماست ريكوايرمنت لهذا كلها كانت هاي رانك. شايفين واحد هذه وهذه 1 3 4 2 كلها دخلت في التوب، صح انا غلطان؟ فما هذه يضمن لي الواحد ده هنا يضمن لي انه الايش حيخش عندي ايش في لسه في ايش التوب، يعني اذا كنت بتكلم على توب 10 ولا توب 5 حيشمل ليش الموضوع ده. ممكن ناس توقف يعني تقول لازم اغطي مثلا المصري لازم اغطيها، ما دام هي مصري لازم اغطيها وادخل معايا كم واحد من الهاي من الناس ما تكون مصر. حسب هنا تبدا دراسه التكاليف ودراسه الاشياء ايش المهمه على هذا الاساس. كده انا عملت خطه قائمه على منطق وفيها اول ستراكشر بروسيجر، بدل ما كان زمان بس على ايش تخمينات وتوقعات وفهم خاص بي انا في الايش في الايش بمستوى المخاطرات دي. هنا لا، هنا صار لها فهم اكبر على الموضوع ده، دخلت فيها التقييمات السابقة ودخلت فيها أهميتها بالنسبة للموضوع ده، وهنا إن هل هي واجبة وما هي واجب حسب القوانين والأنظمة اللي هي واجبة ولا كده. صارت well structured way إن نعمل بها إيش البلان. طبعا البيلدينج للإنترنال أوديت بلان والريسك تولرانس مع بعض اللي تكلمنا إحنا عنه هو اللي بيساعدنا بنعيش السكيجول. السكيجول طبعا الخطوة التالية إيش هتكون؟ اللي هو ديفلوب الانوال ايديت بلان حقتنا. المقصود بها ديفلوب انه هو ابدا، يعني خلاص انا حطيت القائمه حقتي، ابدا اقول ايش اللي حروح اعمل له اوديت. يعني لما اروح هنا الرقم واحد دي اللي حطيناه مثلا الاكاونت، ايش الاشياء اللي ايش اسويها، كيف اقيم؟ طبعا
لازم يكون التقييم ده وتدقيق بايش، باعتبار التعريف حق الريسك فريم وورك في داخل الانتربرايز ريسك مانجمنت التعليم حقها طبعا، باستخدام النتنو ايس هم اللي شغالين زي ما قلنا، هم الاي والايرز حقون الشركه هم اللي حيسموا هذه ايش عمليه ايش التقييم. طبعا الخطه الطريقه هذه اللي احنا سويناها حتلغي المساله حقت انه هو انه انه مثلا اني الغي الاشياء اللي ما صارت فيها مشاكل، تمام، اللي هي المقصد اللو ريسك اريز اللي يسموه زي ما يقولوا يعني. هنا لغت لي هي ما صارت الموضوع بس اللو ريسك، هي القائمه الان على فكره انه والله ممكن تسوي ريسك، ممكن تنتج عنها مشاكل دخلناها في الاعتبار ده، فحتلاقيها ممكن ايش اروح منطقه عمرها ما صارت فيها مشكله، لكن انا محتاج اعمل لها ايش بلاننج يعني، او اعمل لها ايش اوديتنج. طبعا الانترنال ايت بلانز لازم يكون في الكونسيبت اللي قائم عليه. طبعا اول شيء اللي هو ماخوذ من انتربرايز ريسك مانجمنت اللي هو الريسك يونيفرس اللي محيط بالاورجانيزيشن حقتي زي ما قلنا. طبعا انكلود الادريسبل انتيتي حقتي اللي في البدايه، هذا انا بشوف الريسك اللي هو محيط بيها طبعا بالاستيميت حقتهم الريسك ريليت حقتهم هنا والسيجنفكت اللي هم ايش حطوه. طبعا هنا اضافه ثانيه السراوندنج للانتربرايز ايش المقصود بيها؟ احنا نقول ان في عندنا مخاطر داخليه ومخاطر خارجيه لازم احطها ايش الموضوع ده في اعتباري وانا بسوي ايش الموضوع ده. طبعا انا بعد ما اعمل الدراسه دي اللي عملناها قبل شويه، عملت الرانك ودي الاشياء الاليس حقتي، مهم جدا ان انا اعمل ايش اعمل ديسكشن مع السينيور مانجرز عند ادرز الناس التانيين المعنيين. طبعا السي ان مانجرز من اهمهم يكون هو الشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو مدير الكوميتي حقت الاوديت كوميتي، وياخذ يصير عليها ابروفل. ليش؟ انه نفكر دائما ان الكالتشر، وعشان يكون في سبورت دائما. الاشياء دي حنتكلم عنها لازم حنبحث على ايش الابر مانجمنت ايش سبورت، هذا شيء مهم جدا 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 عندي. هنا يجي برضو أهمية إني لازم أعمل تايم استيميت وديوريشن للإيش للإنترنال أوديتس، تمام، وإيش والريسورس ريكوايرمنت حقتي. إيش المقصود بيها هنا؟ لازم أقول أنا متى أحدد أحط يعني، هذه لي علاقة يعني ناس إذا أخذت بروجكت مانجمنت أو بغض النظر حتى يعني تول من أدوات البروجكت مانجمنت، إن لازم أخذ الخطة مو بس أقول والله أنا هعمل كذا وكذا وكذا، هذا حغطي المنطقة دي الغطي، لا لازم برضو أقول انا هعمل الاكتيفيتي هذه في الترتيب الفلاني، يعني هعمل هذه قبل هذه، هذه عرفناها من ايش من الرانك، هذه بعد هذه عرفناها برضو ايش من الرانك. ابدا اقول انا هبدا الاكتيفيتي هذه او الريفيو للقسم هذا الايتم مثلا رقم واحد عندي هبداه في اليوم الفلاني، هذا هو التايم حددته، وقول هستهلك او احتاج مثلا 10 ايام عمل، فمعناته انا حددت ايش المده الديوريشن حقي انا متوقع اني اغلقها في 10 ايام. طبعا ليش بحطها؟ ان في الاخير برضو لازم ارجع اشوف انا لازم اتاكد ان اعمالي صارت في ال10 ايام دي، ما ان اخلي الموضوع يبعد ولا يعني يصير سايب. فكره اني احدد وقت ان يكون في عندي انجاز، الناس راح تشتغل عارف ان عندها 10 ايام فلازم تنجز المهمه حقتها دي في 10 ايام، لو سبتها مفتوحه ممكن ياخذوا راحتهم. الشيء الثالث اللي هو الريكوايرمنت اللي انا محتاجه، مثلا محتاج مثلا اجيب محاسب معايا، مثلا يكون واحد فاهم في المحاسبه. تيجي هنا فاكرين دور الانتربرايز ريسك مانجمنت، قلنا انه يكون في عندي ناس سبيشالست في الاريز اللي انا بعمل فيها الريسك اسيسمنت، فلازم يكون معايا ناس اكسبرتيز في المنطقه دي، يعني فاهمين المنطقه، فاهمين البروسيجرز، فاهمين الريسك اللي بيحيط بيهم، تمام، فهم لازم احددهم. هذا 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 بيبل بحتاج ريكويرمنت بيبل. طبعا بالاضافه بحتاج معدات ثانيه، مثلا احيانا في بعض الاوديس احتاج أجهزة اختبار، أحتاج تكاليف نثرية أصرفها عشان أجيب مواد الاختبار مثلا، ودي الأشياء أحتاج سفر، أحتاج خارج دوام، فبحط التكاليف دي حقتي كاملة عشان أحط في الأخير أطلع البادجت اللي هو الكوست استيميت حق الأوديت بلان حقتي بشكل كامل. طبعا دائما يحب برضو يقول لك إيش يكون في عندي alternative plans، دائما يكون في عندي خطط بديله لمساله ايش الانترنال اوديتس اللي البلان الاساسيه حقتي. الفكره هنا قائمه على ايش؟
انه احيانا في بعض الانترنت تصير مشاكل، او انه مو تصير مشاكل، يصير اسباب انك يعني مثلا ما ينفع انك تعمل الاوديت الان. مثلا يكونوا هم فتره، مثلا على سبيل المثال عندهم تدريب، فانت ما ينفع، هم مشغولين في التدريب، فانت مثلا تقول تعال يلا انا باكم، لان الاوديت فيها يبالها يكون في تفرغ نوعا ما، او انه ناس يشتغلوا معاك من نفس القسم اللي انت رايح فيه، فحتضطر تاجل. فانت لازم يكون في عندك سكيدجول بلان الترناتيف، ان ايش تعمل، ايش الاكتيفيتي ثانيه او مهمه ثانيه، عشان لا ايش يضيع الوقت عليك تستغله من يعني تستغله، فاهم؟ يكون في عندك تنسيق في الموضوع ده. طبعا نفس الحكايه لازم يتم مراجعتها برضو الالترناتيف هذه مع الكوميتي، ويتم اعتمادها بشكل ايش رسمي. طيب الان المفروض احنا اتعلمنا مع بعض، فهمنا احنا ايش دور وكيف الانبوت حق الانتربرايز ريسك مانجمنت في مساله الاوديت بلاننج، تكلمنا كيف افادنا وفكر الكونسبت حق الانتربرايز مانجمنت والريسك اسيسمنت، في ان انا كيف احدد المناطق اللي انا اعمل لها انترنال اوديت، وكيف طبعا في الاساس ان انا ابغى استفيد من الانترنال اديس بيبول دول في الانتربرايز ريسك مانجمنت. فاول شيء انا اخش اساعدهم ان كيف نحط البلان هذه، بس على يكون في لوجيك وفي ريسك اسسمنت بروسيجرز عشان اختار المناطق اللي انا اختار اعمل لها اوديت، وكيف نعمل البلان، وايش الاشياء اللي اخذها في الاعتبار وانا ما اعمل ايش البلان حقتي، واخذ الاعتمادات حقتي. طيب الان عملت الخطه وعملت وسويت الاوديت، طبعا حيكون في عندي فايندنج، فيكون عندي ايش ريكومنديشن. فايندنج اللي هو ايش انا وجدت العيوب اللي لقيتها والملاحظات اللي عندي، وبضع ايش ريكومنديشن. طبعا احنا قلنا انه زمان حقون الايديت كان حدهم يوقف عند ايش الريكومنديشن. الان لو انا ابغى ادخلهم معايا، عشان كده اقول لكم هم ممكن يكونوا نواه للانتربرايز ريسك مانجمنت فانكشن، الان نبغاهم يخشوا معانا حتى بعد الريكومنديشن، ان هو الابلكيشن حق الريكومنديشن دي كيف تتنفذ. عشان كده لازم هنا يكونوا يفهموا في المناطق حقتهم هذه. يعني في ناس يكونوا متخصصين في الاوديت مثلا في الفاينانس، في ناس متخصصين في الاوديت في الكواليتي، في ناس متخصصين اوديت في الاوبريشن، فهنا نبغى يكون هنا يعني يكونوا فاهمين المنطقه هذه. طبعا هو الموضوع يكون الريبورتنج اللي بيقدموه ريكومنديشن لازم تكون فورمال، وهي الاساس حقه الانترنال اوديت فانكشن. يعني في الاخير احنا قلنا انه ندي خبر للسينيور مانجرز، بيسكلي اساسي ندي للاوديت كوميتي والاوفيسر حقها، نديهم خبر على الاشياء اللي احنا لقيناها والريكومنديشن حقنا. طبعا زي ما قلنا هم هيراجعوا الانترنال بروسيجر حقتنا، بيشوفوا عندي ستاندرد اللي هي طبعا جيتنا من فين، الانترنال بروسيجر حقتي ليها برضه انبوت من الجفرنس، وليها انبوت من الايش من الكومبلاينس. تمام الديبارتمنت ستاندرد برضه زي ما قلنا جاي من البروسيجر اللي هو الجفرنس او التنظيمات الداخليه حقت وحقتهم الخاصه اللي هم يكونوا وضعوها، تعتبر من الجفرنس يعني. طبعا هذه هي اللي حتديني ايش ليش الاشياء اللي انا حقيم على اساسها، وحتكون على اساسها الايش التقييمات حقتي تكون ايش الريبورت اللي انا ايش هقدمه. طبعا الانديفيجوال يعني اديتور نوليدج هو اللي حيكون له دور كبير هنا في الموضوع ده، عشان كده يقول لك نبغى ناس ايش اكسبرت فاهمين في الموضوع، انه حيحطوا ايش كومنتس هم اللي حيكتبوا ايش الريبورت ده. فهنا تركيزنا على هذه الفكره، انه حيكون في ريبورت وفي فايندنج وفي ريكومنديشن، كيف حتكون بناء على هذه الريفيوز اللي عملوها على البروسيجر والستاندرد وال مع وبع اشراف وتداخل من النولج اللي عند الاجر، هو اللي حتصير هذه الكومنت ودي الاشياء. النقطه هنا الفكره حقتها اذا ما كان يعني يعني حقون الانترنال اوديتس ما هم يعني عندهم يعني مستوى عالي ودقه في القياسات، تمام، اذا كانوا هم ناس ممتازين فما في عندنا مشكله انهم حيكونوا فاهمين وحيعرفوا قيم. الخوف هنا لما ما يكون عندهم النولج الكافي انه يدوا تقارير ما هي صحيحه او غير يعني غير مكتمله او ملاحظات غير دقيقه، ممكن تسبب مشاكل للناس. ليش؟ ان زي ما قلنا نقول انا رحت والله القسم الفلاني لقيت عندهم يعني في كلمه ابسط كلمه اقول لك يوجد تجاوزات مثلا في تطبيق الانظمه، هذه كلمه خطيره جدا انك تصف ناس عمل ناس انه في تجاوزات. اذا انت مثلا رحت واحد بيعمل بروسيجر انه والله قال في تجاوزات مثلا في الصرف، انت هنا كانك بتتهم انه في ناس ما بيهتموا بمساله الصرف.
هنا معناته اذا انت ما عندك كواليتي اشورنس، انك متاكد 100% انك انت عارف ايش هي البروسيجر المفروض تطبق لعمليه الصرف، فانت كده ممكن تعمل باد ديفيجن او يعني اتهام خطير او خاطئ للناس ده، فممكن تسبب لهم مشكله كبيره جدا. فهذه هنا احد مصادر، هذا هدف حد ذاته خطر يجب ان يدرس عند وضع او القيام بعمليه الاوديت. يعني شايفين ايش؟ شايفين نفس العمليه اللي بنسويها عشان نقيم المخاطر هي نفسها فيها ايش؟ مخاطر. شيء ثاني برضو لازم نكون عارفينه، احيانا يكون صعب جدا تطبيق الريكومنديشن حقتنا. طبعا ليش؟ انه طبعا بتكلم على، عفوا انا ايش قلت، صعب جدا الريكومنديشن انها تتطبق اللي هي مكتوبه في الريبورت تبع الايش؟ الانترنال اوديت. ليش؟ انه بيكون الريكومنديشن حقتهم على ملاحظات جزئيه وبسيطه، يعني داخل بروسيجر معين، ما يكون في عندهم ايش؟ اوفر اول البروسيس اللي هي المفروض ماشيه بشكل كامل، ما اخذت في الكونسيدريشن. هذا يرجع ليها دور كبير للنولج حق الناس اللي بتكتب الريبورت وبتعمل الاوديت، لازم يكون عندهم اوفر اول ايش اندرستاند للبروسيس كامل عشان لما نعطي ايش الريكومنديشن. يعني تديني ريكومنديشن وانت ما اديتني اياه بشكل كامل بشكل سليم، فحيكون صعب علي انا ايش اطبقه. يعني عشان كده هذه النقطه اللي بقول لك عليها، لازم حقونهم حقون الايديت لما نكتب الروبوت كونسيدر الريسك ايش اللي اصلا موجود اثناء كتابه ايش الايديت ريبورت حقهم نفسه. لازم يفكروا في الايش في الموضوع ده، حكايه انه الكواليتي انشورنس حقتهم لازم يتاكد انه هم الاوفر اول بروسيس واضحه ومعروفه عشان ادي ريكومنديشن ممكن يستفاد منها. ايش الفائده اني اعمل ريكومنديشن واعمل اوديتس وما اطلع بقراءات ويعني ومعلومات تفيد انه ممكن ايش تطبق بشكل ايش على ارض ايش الواقع بشكل جيد ويكون سهل ايش تطبيقه. عفوا. طيب طبعا هنا ما دام احنا بنتكلم عن الاوديت، طب زي ما قلنا احنا قائمه انه في كوميتي اسمها الاوديت كوميتي اللي تكلمنا عليها، هذه من الكوميتي الاساسيه، دي لازم تكون موجوده في الاورجنايزيشنز بالذات المتوسطه والكبيره، لازم يكون في عندهم بحسب القانون دحين صارت الحكايه دي. يعني واحنا نتمنى قلنا انه يكون في عندنا نسعى لنا الان وبدات تظهر الحكايه دي انه يكون في ريسك كوميتي. تمام. طبعا المقصود هنا احنا ما نبغى نقول لا والله خلاص حقون الاديت كوميتي يخشوا تحت الريسك كوميتي وانتهى الموضوع، لا، انه دول يعني ليهم برضو يعني ميزاتهم الخاصه ومواصفاتهم الخاصه واعداداتهم الخاصه، والريسك كوميتي برضو ليهم شغلهم الخاص، فما ينفعش الدمج بينهم بشكل كامل. لا، يعني احيانا التخصص يكون مطلوب وحلو عشان يصير ايش مور فوكس على العمل حقا. طبعا بسبب المشاكل اللي صارت والاختلاسات والفضائح الماليه اللي صارت، صار زي ما يقولوا تركيز كبير جدا على ليش الاوديت كوميتي في دي الايام. طبعا والتركيز حقه عليهم كمان صار ايش مهم جدا عشان نزيد امفسايز مور امفسايز مور تاكيد ايش على مساله الريسك. احنا بنضيف مساله الريسك نضيفهم يعني ايش ناكد عليه بشكل اكبر بتركيزنا او وتفعيل دور اكبر ليش للانترنال اوديت. طبعا وعشان المساله دي عشان سبورت مساله الايش الريسك كوميتي. تمام. وفكرتها عشان ايش ندعمها، فنحن نبغى الدعم ده يكون ايش موجود برضو للموضوع ده. طبعا التفريق بينهم يعني يعني حيدي نوع من الفائده انه يكون في عندنا independent يعني board attention يعني يعني تركيز مستقل على كل ايش كل قسم لحاله. يعني عشان كده اقول لك ما نبغى ندمج بينهم. ليش؟ عشان ابغى يكون في تركيز من ناحيه البورد على مساله الاوديت انها ليها متطلبات الخاصه وليها مشاكل الخاصه، ويكون في برضو attention ودعم لمساله الريسك مانجمنت برضو من ناحيه البورد. عشان كده احنا ما نزعى، نتمنى انهم يكونوا مدموجين، بالعكس نفضل انهم يكونوا ايش مستقلين. طبعا هنشوف احنا الان بعد شويه رسمه وتوضيحيه لمثلا كيف ممكن يكون توزيع الكوميتيز هذه وعلاقتها بالبورد حقنا.
طبعا حنشوفها مع بعض، انه الريسك كوميتي والاوديت كوميتي كلهم بيكونوا، حنتمناهم يكونوا تحت البورد اوف دايركتور، وطبعا كلهم هم بيعملوا ريبورتنج لمين؟ ليش؟ للبورد دايركتور. تمام. طبعا الاثنين البورد كوميتي البوس بتكون اللي هي اللي قاعد بتكلم بيها، بنتكلم بيها على يعني بنتكلم احنا على الريسك اللي هو الريسك كوميتي. طبعا اللي بتكون هي مربوطه بايش؟ بالبورد، لكن هي في نفس الوقت برضو بتكون مربوطه مثلا برضو بالايش؟ الريسك اوفيسر. فيكون الاثنين ايش؟ مربوطين الاثنين ايش؟ مع بعض. يعني الريسك كوميتي مربوطه بايش؟ بالسي اف او، مربوطه بالسي ار او. نفس الحكايه الاوديت كوميتي بتكون ليها علاقه بالسي اف او، وفي نفس العلاقه ليها علاقه بالايش؟ بالبورد. فهنا احنا ايش؟ الفكره اللي بتكلم عنها كيف يصير التنسيق بين الموضوع ده، ان هي بتخدم من اكثر من جهه. طبعا زي ما قلنا البورد اوف دايركتور هو يكون مشرف على هذه ايش؟ الجهتين، اللي هي التو كوميتيز، الاوديت كوميتي والريسك كوميتي. طبعا هذه مهمه كل واحده، هذه بتكون هنا ليش حنقول افصلهم، انه هنا الاوديت كوميتي الفاينانشال ريبورتنج مهم جدا عندهم، تمام ولا لا؟ طبعا هم زي ما قلنا الريسك مانجمنت اوفر سايت برضه هم بيحاولوا يكون موضوع مظبوط، يعني يكون ليهم انفولفمنت. طبعا الريسك كوميتي اللي هي متخصصه في الريسك اسيسمنت والتولرنس والريسك انفنتوري، اللي هو ايش المقصود بيه؟ معلومات عن جميع المخاطر اللي يكون موجوده ايش في الاورجنايزيشن. فعشان كده بيفصل يعني يبقى يكون بينهم فصل، انه هذا تركيزهم على شغلات معينه، هنا شغلات معينه. طبعا زي ما قلنا هم كلهم تحت البورد. الريسك كوميتي هي بتشرف مباشره على ايش؟ الشيف ريسك اوفيسر اللي هو المسؤول الكوردينيشن حق الانتربرايز ريسك مانجمنت بشكل كام. طبعا هو بيشرف على ايش؟ البيزنس يونت كلها من ناحيه ايش؟ المخاطر. مانجمنت ريسك كوميتي برضه هنا بتكون موجوده، اللي هي تحت ايش؟ هنا عشان بنحط ايش؟ بنحط البوليسيز والبروسيجر حقتنا. هي طبعا ايش؟ تحت مين بتكون بشكل ايش؟ مباشر الشيف فاينانس اوفيسر. تمام. طبعا الشيف فاينانس فاينانشال اوفيسر بيكون تبع ايش؟ السي او عفوا. طبعا الريسك كوميتي ليها علاقه برضه بالايش؟ بالفاينانس. فايش؟ برضه بتغذيه بمعلومات وتكون ايش؟ متابعه لاعماله برضه. الريسك شيف ريسك اوفيسر برضه مرتبط بالماليه، بالامور الماليه عندهم. والريسك مانجمنت طبعا مانجمنت ريسك كوميتي برضه ايش؟ مربوطه برضه بايش؟ بالريسك شيف ريسك اوفيسر. طبعا السوليد لاينز معناته ان هي علاقه مباشره ورسميه، يعني بيكون فيها هنا يعني اداريه بحته، يعني تابع لها اداريا. الديد لاين مقصود بيها هنا انه يكون في ايش؟ نوع من ايش؟ السوبر فيجن والانفولفمنت، لازم يكون مطلع على اعمالهم، يكون برضه ايش؟ بنعمل له ايش؟ ريبورتنج، بس المقصود بيها للاطلاع. والقرارات بتكون من الناحيه اللي يكون فيها ايش؟ الدعم او الاشراف ايش؟ المباشر. هذه هو يعني الدراسات والخبره زي ما يقولوا البست براكتس، يكون هذه طريقه العلاقات الموجوده اللي تكون بين الريسك كوميتي والاوديت كوميتي والناس اللي شغالين بينهم. طبعا احنا اللي يهمنا البورد والشيف اكزيكتيف اوفيسر والشيف فاينانس اوفيسر والايش والريسك اوفيسر. ليش دخلنا احنا الفاينانس؟ انه يتكلم على الاوديت، فهذا هو اللي يهمنا، هذه العلاقات، دول الناس اللي هي ايش لهم، كيف عمليه التنسيق بينهم مهمه، لهدف انه كل واحد يعمل شغل بتغيير كويس، يكون عنده المعلومات الكافيه. طبعا الربط بين الريسك كوميتي والاوديت كوميتي بيكون تم في مساله ايش؟ البورد. تمام. الربط بينهم مضبوط، طبعا بيستفيدوا من بعض بشكل ايش؟ فعال. هذا ايش؟ العلاقات اللي احنا نتمناها. في الختام بنركز ونتذكر مع بعض هنا اهم نقطه، لأن ما ابغى يصير لبس عندنا انه نقول الانتربرايز ريسك مانجمنت انه نلغي الانترنال اوديتس. هذا ما هو كلام سليم، ما ينفع. ليش؟ انه عندهم شغلاتهم الخاصه بيهم
وهذا متطلب اصلا كمان بيني وبينكم، صح، هو قانون لازم يكون في عندي اوديت كوميتي باي لو زي ما يقولوا صار الان، لازم يكون في عندي لجنه التدقيق والرقابه، ويكون في عندي انترنال اوديت، تمام، فما ينفع نلغيهم. لكن الكونسيبت حق الانترنال مانجمنت لازم يتدخل، يكون لي انبوت في الانترنال اوديت عشان نعمل عمليه ماكسمايز، اثراء للايش لشغلهم، واثراء ليش للاوتبوت تبعهم. اول دور واول تخطيط بنفكر فيه اللي هو ليش الايش البلاننج، وقلنا كيف تعلمنا كيف نساعدهم بالفكر حق الريسك اسيسمنت اللي عملناه، الايدنتيفيكيشن والاسيسمنت والرانكينج والبترايزنج، تمام. وطبعا احنا ما ذكرنا المونيتورنج، لكن هي داخل اللي هي لما انا بعمل الاوديتنج هي عمليه ايش المونيتورنج اللي انا بعملها، اني بعمل ايش متابعه ليهم بشكل ايش مستمر. فعشان كده مهم جدا حق الناس اللي شغالين في الانترنال اوديتس لازم يفهموا الفريم ورك، اذا حبوا سي او ما عندنا مشكله، انما هي اشهرها واقواها. المهم انه يكون فاهمين اي فريم ورك او الفريم ورك اللي ايش الشركه معتمده حق في عليه. طبعا طبعا المهم برضو اتكلم عليه انه اذا انا الشركه اللي لسه عندي ما عندها انتربرايز ريسك مانجمنت فريم ورك، او ما عندها الكونسيبت ده، فالانترنال اوديتس هم حجر الزاويه، هم حجر الاساس اللي انا ممكن ابني وانطلق عليه لوضع هذه ايش اللبنه للانتربرايز عشان انشر المفهوم والكونسيبت حق التعامل الريسك والتعامل معاه في الاورجنايزيشن. حاجه جدا مهمه جدا، ليش؟ عشان لا ابدا من الصفر، هذه هي الفكره الاساسيه. فعشان كده انا اقول الناس اللي يعني شغالين في الانترنال اوديتس عندهم فرصه كبيره جدا انهم يكونوا بايونيرز في الشركات اللي هم شغالين فيها في تطبيق الانتربرايز ريسك مانجمنت تبعهم. وقلنا كيف، ارجع دائما اركز احب ارجع عليه، البلاننج. البلاننج من الاشياء المهمه جدا في مساله ايش اي حاجه، ما اكتب عليكم، هم في اي حاجه الريسك بلاننج، البلاننج هو الاساس في كل حاجه. فلما نخطط حاجه بشكل جيد حننفذها بشكل جيد، وحناخذ منها نتائج ايش جيده. طبعا طبعا زي ما قلنا هم اللي هم الاين ايزن ايرز، هم اللي بيكونوا بيعملوا المونيتورنج، تمام. فهم برضو احنا فاكرين احنا قلنا في الريسك شيء مهم جدا نعملها ايش المونيتورنج، فهنا يكون الاستفاده ليهم والدور كبير. الريسك يبغى له متابعه، ولازم اكون متواجد باستمرار وعارف المعلومات. فهم الايز وهم الايرز حقوني حيفيدوني كتير جدا في الانتربرايز ريسك مانجمنت. عشان كده اقول لكم هم النواه الاساسيه اللي عندنا لو احنا ما عندنا انتربرايز ريسك مانجمنت. طبعا برضو شيء يعني لازم نحطه في الاعتبار، عشان لو قلنا احنا نبغى نخلي الانترنال اوديتس هم حجر الزاويه والنواه حقتنا عشان ننطلق منهم، لازم نحط في بالنا الموضوع ده اللي هو مساله ايش الاديوكيشن. احيانا كثير بيكون الفشل وان يطبق الفكره حقت الانترنال ريسك مانجمنت، بصراحه ما اكذب عليكم اي فكر جديد وهادف وبنان ونطبقه في الاورجنايزيشن عندنا، عمليه المقاومه الطبيعيه ريزيستنت تشين، مقاومه التغيير زي ما يقولوا المثل العباره المشهوره، الكل يريد التطور لكن لا يريد احد، لا احد يريد التغير. هنا مشكله، يعني الناس دايما تحب تكون في الكونفرت زون حقتها، ما يبغى احد يعني يقول يلا تغير جديد، لا خلينا في اللي احنا فيه، احنا امورنا كويسه. لا، هذا يعني هذا حد بيؤدي الى فشل كثير من ايش المبادرات والتغيير. هذا ممكن يكون عن طريق الاديوكيشن والكوميونيكيشن مع الناس اللي ايش انا بطبق عليهم هذا الموضوع وبحاول يساعدوني. لازم يكون زي ما قلنا الانفولفمنت مره جدا مهم عندنا في الانتربرايز ريسك مانجمنت، فابغاهم يكونوا معايا. فلما يكون في ريسك في تشينج، ريسك تو تشينج، حيتعبوني، ما حيصير التغير اللي انا ابغاه، ما حيتغير الكالتشر. فالاديوكيشن والكوميونيكيشن حيفيد من ليش في الموضوع ده. طبعا عشان يساعدنا نعمل اديوكيشن وكوميونيكيشن حقون الانترنال اوديتس لازم يكونوا فاهمين ايش او الاوديتور نفسهم اللي يسموهم اوديتورز المدققين، يعني يكونوا فاهمين الانتربرايز ايش مانجمنت بشكل عام وواضح، فيساعدونا ايش انه يتطبق بشكل جيد، ويساعدونا في الاديوكيشن والكوميونيكيشن بشكل عام للموظفين اللي عندنا.
لكن اذا قالوا كانت المصيبه انه هم حقون الانترنت هم اللي عندهم ريستنس تو تشينج وما يبغوا الانتربرايز مانجمنت، هذا الشيء لازم ايش يعمل له ايش ديسكشن يعني، ونحط في الموضوع وان ايش يعني نقنعهم هم نفسهم في البدايه زي ما يقولوا في يعني عن طريق البورد وعن طريق الاوديت كوميتي، لازم نوصل لهم يعني خبر يعني نحط ندي خبر للاوديت كوميتي انه ترى في مشكله هذه لازم احنا نحلها ونتعامل معاها يعني عشان ايش نستفيد منها. برضو عملنا الان نركز عليها ونعيد عليها مساله ليش البلانينج كيف بيصير، قلنا نعمل حاجه اسمها الاوديت ريكويرمنت سكور اللي هو يجب او لا يجب ان اعمل لها اوديت، الماست اور نات، الماست نحط لها 1 النات نحط لها 0، الانترنال كنترول سيجنيفيكانس اللي هو مدى انه الجهه دي تحتاج ان يصير لها عمليه تدقيق، هل هو هم لحالهم فعلا متميزين في التدقيق زي ما قلنا زي الليجل ديبارتمنت او لا قسم شغلتهم ما فيها تدقيق كبير ما يهم يعني، يعني طبيعه عملهم يحتاجوا انه يصير لهم عليهم كنترول فبديهم هاي، الناس اللي ما شاء الله هو طبيعه شغلهم زي الليجلز مثلا اديها ايش لو سكور. في الاخير اللايكلي هود اوف سيجنيفيكانت اوف انترنال كنترولز ويكنسز، بشوف التقييمات السابقه الاديت حقهم السابق هل هم كانوا ماشيين كويس ما كانت عندهم مشاكل فبديهم لو سكور، لا والله كان عندهم مشاكل واحتاج اعمل لهم تدقيق لا بديهم هاي سكور. في الاخير زي ما قلنا بضرب الانترنال كنترول سيجنيفيكانت اللايكلي هود او البروبابيلتي فيها في اللايكلي هود حق السيجنال انترنال كنترول ويكنسز واجمع عليها ايش الاوديت كده عملت انا ايش اكون رانك لهذه الاكتيفيتي على اساسها بعدين ايش حاسوي؟ هاعمل بترايزنج واعمل احدد مثلا زي ما قلنا البلان، ومهم جدا في اني اعمل استيميشن لكل واحده يعني لازم اقول مثلا هذه الاولانيه قديش تحتاج مده قديش تحتاج تكاليف، احط لها متى تبدا متى المفروض تنتهي، 10 ايام تبدا يوم 3 نوفمبر معناته تخلص يوم 13 نوفمبر اذا كانت 10 ايام متواصله، اذا كان مثلا في ويك اندز احسبها مضبوط احطها على الكالندر زي ما يقولوا، واحسب الريسورس حقتي ان كانت من تكاليف ماديه ان كانت من موارد بشريه انا محتاجها، كل هذه انا اخزنها احطها عندي واحط سكيجول واعمل عليها ابروفل تمام ودقق خلاص وابدا ايش انفذها على ايش ارض ايش الواقع. هذا هي بشكل عام زي ما قلنا بداية النواة إني أنا أبدأ أشكل انتربرايز ريسك مانجمنت، إني بديت أعرف الناس عندي على الكونسبت حق البلاننج ولغيت أكبر مشكلة اللي هي فكر إيش الريسك يكون واضح حتى عند الانترنال أوديت لما إيش اشتغل. كده نكون إحنا وصلنا الحمد لله لنهاية محاضرتنا، أتمنى إنه إحنا نكون حصلنا الفائدة. طبعا هذا هو مرجعنا. في الختام أقول سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.